أهلا بكم إخواني في حلقة جديدة بعد نجاح فكرة صناعة اللوحات باستعمال معجون تيس الجدران. اليوم إن شاء الله سنقوم برسم موضوع مختلف تماماً عن باقي المواضيع. اليوم إن شاء الله سنقوم برسم بيت المقدس أو القدس الشريفة. لن تتصوروا فرحتي عندما كنت أرسم هذه اللوحة. بكل صراحة كنت في البداية متحمساً لرسم هذا الموضوع. إذا إخواني لكي لا أطيل عليكم، ابقوا معي لكيفية صناعة هذه اللوحة أو كيفية رسمها. إذا على بركة الله، أول شيء سنحتاجه هو إطار خشبي بهذا الشكل بقياس 90 سنتيم على 70 سنتيم. سنحتاج كذلك إلى قماش غليظ غير قابل للتمديد لكي لا يترك معنا تجاعيد. الآن سنبدأ بتسريح هذا القماش فوق طاولة. سنقوم بوضع الإطار فوق القماش لنبدأ على بركة الله بتمديد هذا القماش على هذا الإطار باستعمال هذا الجرافوز. الخطوة الأولى بهذا الشكل. الآن سنقوم بتمديد الجهة المقابلة لهذا الإطار. نقوم بتمديد القماش بشكل جيد إخواني لكي لا يترك معنا أي تجاعيد. نفس الطريقة، لاحظوا معي. طريقة سهلة إخواني، بهذا الشكل يمكنكم صناعة أي لوحة في منزلكم لا داعي لشرائها في المكتبات بأغلى الأثمنة إخواني. طريقة بسيطة جدا تمكنكم عفوا من صناعة أي شكل أو أي حجم من اللوحات. لاحظوا معي كيف أتعامل مع هذه الحواف. لاحظوا معي نفس الطريقة، نقوم بتطبيقها عفوا على جميع الحواف بهذا الشكل. بعدما قمنا بتمديد القماش على الإطار الخشبي، هذا هو الشكل الذي حصلنا عليه إخواني. لوحة جاهزة لنقوم بالرسم عليها إن شاء الله. الآن سنمر إلى المرحلة الموالية. سنقوم بإضافة الماء في إناء بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بإضافة معجون تأسيس الجدران أو اللاندوي. هذا اللاندوي متوفر إخواني، يستعمل في الصباغة لتأسيس الجدران. نقوم بتخليط معجون تأسيس الجدران مع الماء بشكل جيد إخواني. لاحظوا معي بعدما قمنا بتخليطه. الآن سنقوم بإضافة غراء الخشب إخواني. دور غراء الخشب يسمح للندوي أن يكون صلبا وأن يتمسك لنا اللندوي في القماش. نقوم بتخليط غراء الخشب مع اللندوي بهذا الشكل بشكل جيد. سنحتاج كذلك إلى قنينة بهذا الشكل لديها هذا الأنبوب الرقيق. سنقوم بفتحها ووضع فيها معجون تأسيس الجدران أو خليط معجون تأسيس الجدران مع اللندوي. يمكنكم استعمال أي نوع من القارورات المتوفرة لديكم، المهم أن يكون لديه هذا المنقار أو هذا الأنبوب الصغير. الآن سنبدأ على بركة الله برسم القدس الشريفة. لاحظوا معي الطريقة بسيطة إخواني. للإشارة فقط يمكنكم رسم الشكل قبل وضع هذه التقنية. تأتيني أسئلة كثيرة، هل يمكننا استعمال نفس الطريقة على الخشب؟ نعم إخواني، يمكنكم تطبيق الطريقة كذلك على الخشب، لكن من الأفضل أن يكون غراء الخشب متوفر بكثرة في هذا المعجون لكي يسمح لنا بالالتصاق بشكل جيد. لاحظوا معي أول خطوات هذا الرسم بهذا الشكل. الجميل في الأمر أن هذه القنينة الصغيرة تسمح بخروج معجون تأسيس الجدران بشكل مستوي. لاحظوا معي، هدفنا من هذا الفيديو هو أن أريك الطريقة بشكل صحيح، وأنت بطبيعة الحال يبقى لك الاختيار أن تبدع بالطريقة التي تفضلها. يمكنك رسم طبيعة أو منازل أو أي شيء من هذا القبيل إخواني. لاحظوا معي، الآن سنقوم برسم بعض الأقواس. الكثير منا شاهد مثل هذه اللوحات كأنها ثلاثية الأبعاد، لكن لا يعرف طريقة صناعتها. هذا هو السر إخواني، فقط باستعمال معجون تأسيس الجدران مع غراء الخشب نقوم بصناعة هذه اللوحات كأنها ثلاثية الأبعاد إخواني.
هذا هو شكل اللوحة بعدما قمنا برسمها إخواني، هذا هو شكل القدس. الآن سنقوم بتركها حتى تجف بشكل جيد إخواني. سنحتاج إلى صباغة سوداء، صباغة غير لامعة يعني مات. سنقوم بصباغة اللوحة بهذا الشكل باستعمال اللون الأسود. أفضل اللون الأسود لأنه يعطي تباين أكثر للوحة. عندما سنقوم بالاشتغال على بعض الألوان الفاتحة ستظهر معنا مع اللون الأسود. نقوم بصباغة الكل بشكل جيد باستعمال الأسود بهذا الشكل. للإشارة يمكنكم استعمال أي نوع من الصباغة السوداء، المهم أن تكون غير لامعة يعني مات. ويبقى الاختيار لكم بطبيعة الحال، يمكنكم استعمال بعض الألوان الغامقة مثل أزرق غامق أو أي شيء من هذا القبيل إخواني. لاحظوا معي بعدما قمنا بالانتهاء من هذه اللوحة، بعدما قمنا بصباغتها باللون الأسود، الآن سنمر إلى المرحلة الموالية. سنحتاج إلى صباغة أكريليك الأحمر والأصفر إخواني. نقوم بإضافة الأبيض لنحصل على اللون البني الفاتح بهذا الشكل إخواني. بطبيعة الحال صباغة مائية أكريليك تجف بسرعة. نبدأ بوضع بعض التأثيرات باستعمال فرشاة، بالتشريط بشكل سطحي، باستعمال هذا اللون البني لنحصل في النهاية على هذه القصبات التي توجد أمام القدس الشريفة إخواني. باستعمال هذا اللون البني الفاتح نفس الطريقة إخواني بهذا الشكل. سنبدأ بتخليط اللون البنفسجي، بنفسجي فاتح بهذا الشكل. سنقوم بإضافة القليل من الأبيض لنحصل على بنفسجي فاتح بهذا الشكل. نفس الطريقة سنقوم بوضع بعض التأثيرات باستعمال الفرشاة. كما ذكرت سابقا نقوم بالتشريط بشكل سطحي لنحصل على تأثير يشبه الجدران إخواني. سأقوم بتفتيح هذا اللون البني باستعمال الأبيض، بعد ذلك سأقوم بوضع بعض التأثيرات أو بعض الأضواء بهذا الشكل. لاحظوا معي عندما نقوم بوضع خلفية سوداء بعد ذلك نشتغل بالألوان الفاتحة تعطينا كونتراست أو تباين قوي جدا إخواني بهذا الشكل. تشريط بسيط بهذا الشكل باستعمال الفرشاة بشكل سطحي إخواني. لاحظوا معي في جوانب هذه القصبة سنقوم بوضع البني الغامق، نفس البني الذي قمنا بتخليطه في البداية. بنفس البني الذي قمنا بتخليطه الآن سنقوم بصباغة هذا الجذع من الشجرة. لاحظوا معي التباين الذي سنحصل عليه إن شاء الله. نفس الطريقة إخواني، طريقة بسيطة. الآن سنحتاج إلى الأخضر الغامق والأخضر الفاتح بهذا الشكل. سنبدأ بوضع بعض التأثيرات كأنها شجرة إخواني. الآن نقوم بوضع بعض المناطق التي تكون غامقة في الشجرة باستعمال الأخضر الغامق. بعد ذلك سنقوم بوضع الأخضر الفاتح بهذا الشكل لنحصل على بعض الأضواء أو بعض الأماكن الفاتحة في الشجرة. نقوم بالتشريط بشكل سطحي إخواني، طريقة بسيطة جدا. في الحقيقة الأمر لا يتطلب منك أن تكون محترفا في الرسم بكل صراحة، لأن يمكنك أن ترسم مجموعة من المواضيع. الآن سنحتاج إلى اللون الذهبي بهذا الشكل، ذهبي صباغة زيتي بهذا الشكل إخواني. يمكنكم استعمال ذهبي أكريليك أو أي شيء من هذا القبيل، لكن ركزوا إخواني أن يكون هذا الذهبي بجودة عالية لكي يبقى معكم لمدة طويلة. بكل صراحة لدي لوحات لحد الآن لا زالت بشكل جيد، مرت منها 6 سنوات أو 5 سنوات لا زالت بشكل جيد ونفس الذهبي لا يتغير لونه، لذلك قوموا باختيار اللون الذهبي الممتاز إخواني. في هذه الحالة استعملت هذا النوع من الذهبي تيتان. لاحظوا معي نقوم بالتشريط في هذه الحالة. هذه هي اللمسات الأخيرة إخواني للوحة.
الآن سنقوم بتعليقها في المنزل بهذا الشكل في الصالون. هذا هو شكل اللوحة إخواني. بكل صراحة لم أتوقع أنني سأحصل على هذه النتيجة، والحمد لله. القدس الشريفة بهذا الشكل باستعمال هذا التكستير أو هذا التأثير، فقط باستعمال معجون تأس الجدران وبعض الصباغات إخواني. يمكنكم صناعة هذا المنظر أو أي منظر باختياركم بطبيعة الحال. أنا فقط أريك الطريقة وأنت أبدع بالطريقة التي تفضلها. لاحظوا معي، هذا هو شكل اللوحة. لذلك أختار بعض الخلفيات السوداء، أو يمكنكم استعمال أي خلفية زرقاء غامق أو أي شيء من هذا القبيل إخواني. لاحظوا معي الذهبي، التأثير للجدران بهذا الشكل. لذلك كنت أقول لكم يجب التشريط بشكل سطحي. كما شاهدتم معي، فقط باستعمال معجون تأس الجدران والقليل من القماش وبعض الصباغات، قمنا بصناعة هذا الديكور الرائع جدا. ليس كباقي الديكورات، إنها بيت المقدس إخواني. أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.